نحيا اللي عم نشوفك بالصدف والله. ديما عن جد مشغول كثير هاليومين. بشو مشغول؟ لا تقلي بكليبات نور. لك مو نور؟ يا علي شو كيف تبع نور؟ مو هيك قصة، مشغول بالبيت عندي كم مشكلة. بس قررت أقدم سيناريو للمؤسسة. عن جد عم تحكي؟ أخيراً اقتنعت هذا هو؟ بس على مهلك على مهلك على مهلك في كتبه. مو أنت اللي كاتبه؟ لا. مين هي ريحاو؟ صبية ما بتعرفيها. خريجة معهد مسرحي، بس عن جد موهوبة. وأنت كيف بتعرفها؟ قصدي يعني إنه كيف وصلك السيناريو تبعها؟ تعرفت عليها هون بالمؤسسة، قالت لي عندي سيناريو ما قبضت بنوم، بس لما قريت لقيت فعلا في شيء مهم. إيه تمام. ابقى رد على موبايلك لأنه الواحد أحيانا بيكون بيعزتك. أمرك، ليكي إذا خلصتي الشغل، تعي نشرب شيء بغرفة المخرجين العظماء. لا دخيلك، عم يغب على قلبي كل ما فوت بقعد فيها. إذا ما عندك شيء، خلينا نشوف بعض المساء. أوكي. يلا باي. باي. ديما تبنيها؟ لا عشان هيك كنت عم دق لك، بس يبدو انه في حدا منا صار منيح. كثير بمر الوقت بسرعه وبنكون مع بعض. بلى عمار، انت بتحس انه نحن كثير مشبه بعض؟ عشان هيك ظابطين، لانه اثنين مجانين. نحن الاثنين مطلقين واولادنا مو معنا. نحن الاثنين محبطين ومع هيك لسه عم نقدر نحلم. بحس انه كثير بنفهم على بعض. بتعرف عمار؟ اكثر شيء بخوفني الوحدة. فكرة انه اكبر لحالي. قول انت شب، انت ما بدك ممكن تلاقي حدا. ما في حدا ما بيخاف من الوحدة، لا شب ولا بنت. بس ما بعرف انت ليش عم تحكي بهالقصة، صبرلي كتير ولا بدك تجيبي اجلنا بكير؟ بحسك ما بتخاف من المستقبل. مبلي بلا طعمة ما؟ كمان بخاف من الوحدة، بس بحسها هي خيار بالنهاية. ما بدي فلسف الأمور، بس أنا حدا بيخاف، يمكن أكتر حدا بيخاف. اليوم حسيت حالي كتير شرير وكتير حقير، لأنه تمنيت بلحظة أنه قصة نهال وغيس تفقس نهائياً. تعرفي ليش؟ عشان ما أرجع على البيت لقي فاضي، ما لقي حدا أحكي معه. لأنه لو صادني أي شيء ممكن بعشرة أيام ما حدا بيدرى فيني. إذا حدا دق لي ما رديت ما حدا بينشغل باله. لو جربنا نسكن مع حدا ما زبطت، يمكن خياراتنا معدتة ويمكن نحن معدتين. عمار أنا بحبك. شو أخبار الصحافة العظيمة؟ في شيء مهم. قال جمال سليمان أخذ 10 ملايين ليرة مسلسل مصري. ليش؟ 10 ملايين هيك كاتبين. إنه نحن لو عم نشتغل تلفزيون مو أحسن من السينما؟ هلا بقارن تلفزيون بالسينما؟ كل شيء له ضريبته، بدك تشتغل فن بدك تتحمل. على أساس إنه أنت هون تشتغل فن والتلفزيون مو فن زبالة ما؟ ليش بالسينما بتصور كاميرا والتلفزيون بتصور شحاطة؟ وفيديو كليبات النور شو عم صوروها استاذ عمار؟ على فكرة الشحاطة كائن كتير ظريف. خصوصا إذا كانت شحاطة وطنية. عمار مشان امبارح أنا يعني أنا كنت بحالي شوي، أنت بتعرف أنا مشوش شوي. لا تضررني، اللي صار كثير عادي، وصدقيني انا ما حسيت بشيء، افهمي. بين الرفقات كثير بصير هيك قصص، يعني الواحد ممكن يحس شيء ما يكون عني، فلا تكركبي، لا توقفي عند القصة. ايه كثير منيح، لأنه كنت خايفة يصير شيء. خلاص بقى، شبكي مجنونة أنت، عمار أنا. صباح الخير عمار. أهلين، كيفك؟ منيحة. قلت لحالي ما بدك تتصلي مشان تعرفي شو صار بالفيلم؟ ديما هي الصبية اللي كاتبة فيلم همسات مسلوق. أهلين، لما قريت الفيلم ما تخيلتك صغيرة هالقد. ايه أنا الطفلة المعجزة. سيناريو وإخراج، هلا كل واحد بيعرف له معلومتين عم يعمل دورة، بعدين الناس بتدفع وبتسجل. بعتقد بدها ما فهمني، لأنه يعتبر معهد، والمعهد بده رخصة. ايه ما بتصور لهالدرجة.
هلا نفرض عملتي دورة، مين اللي بده يجي يسجل عندك وانت جهة غير معترف فيكي من حدا؟ هي بنحط كم اسم. منيحة الفكرة بس بدها تفكير، وانا مخي مسكر لانه انا بس جوا ما بقعد اشوف بعيوني، في مشارب رح ناكل. ايه اتفقنا، بس انا اللي عازمة. هلا اذا كان انا ولا انت بالاخر بدنا ناكل سندويشتين فلافل وندح كاسين شاي خلصنا. اتفقنا؟ اتفقنا. يلا معلش مو فلافل، اي شيء ثاني. بعرف محل شاورما بتودعي اهلك والحبايب وبتروح تاكل. لا هيك باكل فلافل احسن. أنا انه ينصب خيمه، لك انا من الاول قلت له احسن لك، على الاقل هيك بنساوي شويه جو. شلون بدك تساوي شويه جو؟ يعني بنقدر نساوي حكايه، حدا ورا الحصان، هي ورا الخيمه، مو بس نسوان عم تلولح. والله انت شكلك هالفتره رايق كثير على غير العاده. يلا صفينا عين. لا والله شكلها قصة جد. هيك بلشت بزماناتك مع أولجا؟ غيس البنت لساتها مراهقة، يعني مو خرج. وليش عم تطلع معها مدام مو خرج؟ أنت بدك تجلطني. لسه هديك مو خرج وديما مو واردة، واللي خرج ما بتطلع معهم ولا بتشوفهم، وكل أسبوع بتعمل لي علاقة يومين ثلاثة. لك انت شو زعجة؟ امي بدك يعني اتجوز هكلان همي؟ لحم تركني بحالي يا اخي، انا هيك بنقيهم تبع مو خرج، مبسوط عليهم، ما بحب التزم بحدا. بعدين رحاب ظريفة، بنت رايقة كتير، طيبة، لساتها صغيرة، تحسها يعني اقرب لمراهقة من انه تكون مرة. لك منيح تربيها على ايدها. صح مني لك عمار عن جد؟ لا وطلعت امها بتعرفه لابي، جارة اختي سلافة، يعني مو خرج بنوم بنوم بنوم. يا محاسن الصور الحقيقة، يا محاسن الصور. ايش هو الحظ؟ شو بعرفني؟ عمار يوم انا راجع على البيت بدي امره على الغرفة يعمل لنا وش دهان، سؤال ثقافي وفني اخر. تفضل. وين راح تنصبوا الخيمة؟ لك شو بعرفني انا؟ انا مثلي مثلك، ليش عم تسألني؟ بس يجي الاستاذ ياسر سكورسيزي واساله لانه هو بيفهم بكل شيء. سكورسيزي. الما؟ انت شو حكي لامي عن عمار؟ ولا شيء، لشو صاير معك؟ يعني بهمك. رحاب انا طلعت لعندك على البيت مشان احكي معك ونرجع نشتغل، لانه اللي صار مسخرة. ام هي سألتني عن عمار؟ حتى انا استغربت. ايوه المفروض انا هلا لازم صدقك. وحياة امي هي اللي سألتني بالاول. شو سألتك؟ ما في شيء، عن الفيلم اللي مقدمينه وانه هو مأثر عليكي. حتى انا فكرت انك حكيتي له. مأثر علي؟ الما هاد حكيك. رحاب اساسا انت شو هالشيء القطير اللي بينك وبين عمار؟ اذا كان في فانت مالك حكيتي لي. شو بدي اقول لها؟ راحت على المؤسسة واجت من المؤسسة؟ معقول عمار يكون حاكي لابوه وابوه حاكي للماما؟ يا سلام، طلع في صداقة عائلية كمان. صحيح سألتني قديش عمره عمار؟ معناتها مو من طرف ابوه. ايه ما ضل في غير مها، ما في غيرها بيعرف. ما بدك تقولي لي شو صاير؟ ليش فرقان معك؟ رحاب لا تسألي، خناقة صغيرة ومرقت، بعدين انا وانتي ما قصرنا ببعض، مرئية حبيبتي. زبطت الإضاءة معك بعدين؟ زبطت. صراحة لا. انت شو عندك مقترحات؟ عندي، بس بالأول بتنزلي اسمي مخرج مساعد. اتفقنا؟ تاكلي؟ مصلحة تحكي مع ماما. ما لها مصلحة، بس مو هي أختك الكبيرة على أساس إنه بتخاف عليكي؟ ما أنا من الأول قلت لك لا تحكي كل شيء لمها. صحيح هي أختك، بس لا تطاق، كتير شايفة حالها. من يومه هالطريق طويل وما عم يخلص. رحاب ركزي على الموضوع، بدي اياكي تركزي كثير منيح على الديكور تبع المسرحيه، لانه بجوز نساويه بايدينه. هلا انا احكي مع عمار ولا اتركه؟ ما في امل، كلمه بالشرق وكلمه بالغرب. رحاب انت عم تجني حبيبتي؟ كيف البرادي؟ عمل وجولات قلي حلوين. لك حاجة تضيع مصرياتك على البرادي والشراشف والشمع في الهواء حاجة بقى. يا بيتي بدي اعمله مثل ما بدي. بيتك؟ انت لسه متضايق بشو السيناريو ما؟
مو على اساس بده شويه تعديل وخلصنا. هي حجه مشان يمطمطوا مو اكثر، ما بدهم اياه. مع انه والله جد حلو كثير. النص حلو كثير لما يحابي اللي حلوه كثير. انتوا دائما النسوان عقلكم قليل وبيشطع كمان. هاي ضحكه واحد حابب. شو الوضع؟ احلى من اولغا؟